السلام عليكم يا شباب. في كتير منكم عاوز يعرف ايه خطورة الضرب على الخصيتين، وليه يا كابتن في اغلب فيديوهاتك في قتال الشارع بتقول الخصيتين الخصيتين الخصيتين، نركز فيهم ونضرب فيهم؟ قبل ما اكمل بس شرح الفيديو يا جماعة، تمام، انا كاتب على الفيديو زائد 18، وبرضو في ناس منكم اصغر من سن 18 وعم تتفرج. ما علينا، لازم نتكلم يا شباب بشكل علمي الاول ونفهم وظيفة الخصيتين لدى الذكر. الخصيتين يا شباب هي زوجة من الاعضاء الغدية، وهي بيضاوية الشكل، وهي محور وظيفة الجهاز التناسلي لدى الذكور، وهي المسؤولة عن انتاج خلايا الحيوانات المنوية والهرمون الجنسي التستوستيرون. تنتج الخصيتين ما يصل الى حوالي 12 تريليون خلايا من الحيوانات المنوية، وحوالي 400 مليون يتم اطلاقها عند سرعه القذف. وبعد ما عرفنا وظائف الخصيتين بشكل علمي وطبي يا شباب، السؤال دلوقتي ليه يا كابتن منطقه الضرب في الخصيتين مفزعه لاي ولد على هذا الكوكب، لاي ذكر على هذا الكوكب؟ اوكي، الموضوع يا شباب بيرجع لدراسه التشريح. لو حد فيكم درس تشريح هتعرف ان منطقه الخصيتين غير محميه بالعظام او بالعضلات او بطبقه الدهون الكثيفه، فبالتالي يا شباب منطقة الخصيتين ضعيفة جدا. والسبب الثاني كذلك ان منطقة الخصيتين يا شباب فيها نهايات اعصاب حسية، عشان كده اي ضربة في منطقة الخصيتين يا شباب حتى لو ضعيفة بتسبب ألم رهيب. هل يا كابتن الضرب في منطقة الخصيتين ممكن يسبب العقم او ممكن يسبب الوفاة لا قدر الله؟ اولا موضوع الوفاة ده صعب يحصل، تمام، لكن موضوع العقم سهل انه يحصل. طب ازاي يا كابتن وانت بتقول لي في الشارع اضرب في الخصيتين اضرب في الخصيتين؟ ركز معايا، انا مقصدي انك وانت بتدافع عن نفسك انك بتضرب ضربة او ضربتين عشان يشعر بالالم المعتادي، تمام، عشان يتركك وعشان يسيبك. فالضربة او الضربتين دول مش هتسبب له العقم زي ما واحد بيضرب بفترة وي ورا بعض وباستمرار. التعرض اكيد للمنطقة دي باستمرار يا شباب اكيد ممكن يسبب مشاكل كتيرة جدا، لكن ضربة ضربتين عشان افك نفسي من موقف صعب، واحد عاوز طب يعتدي عليا، واحد خانقني هيموتني، فاكيد لازم ادافع عن نفسي. فعشان كده بقول دايما نركز في منطقه الخصيتين لانها اكتر منطقه حساسه، بتحفز العصب العاشر. المنطقه دي الضرب فيها في نهايات الاعصاب الحساسه شباب بتخلي الشرايين تضيق، بتمنع وصول الدم للمخ، وفعلا ممكن يحصل حاله اغماء. فعشان كده انا لما بقول نضرب ضرب او ضربتين عشان الخصم يحس بالالم ويتركني ويسيبني، تمام، لما يكون معتدي عليك، واحد عاوز يموتك عاوز يقتلك، وانت فانت تقول لي يا كابتن طب ازاي ده انا هعوره ده انا هسبب له عقم، لا تاكد لو انت تضرب ضربه عاديه عشان تفك منه ضربتين هيسيبك، هيشعر بالالم، لان الالم ده مجرد شيء ربنا عز وجل صنعه، تمام، عشان الانسان يشعر ان في الم في خطر عليه. فبالتالي لما تضربه ضربه ويحس بالم خلاص هيسيبك. لكن اكيد كلنا كتير خدنا ضربه في المنطقه ديت في ماتش كوره، ضربه مع اصحابنا بنهزر ما حصلش حاجه يعني، لكن ان انا اركز واضرب شخص معين باستمرار او انا اكون مستقصده، فدي يا شباب الخطوره. اتمنى يا شباب نكون فهمنا الموضوع بشكل علمي وشكل طبي وشكل تشريحي جميل جدا. و دايما لما بتكون في خطر عادي جدا اضرب في المنطقه ديت، تمام، حياتك اهم من اي معتدي عايز يضرك. لو هتضرب ضربه عادي ضربتين عادي عشان يسيبك، تمام، لو واحد بيهزر معاك يا شباب زي صاحبك او حاجه اضربه في اي مناطق تانية، ممكن في الفخذ ممكن في الضلوع بالراحه، ممكن عادي اضربه في منطقه الخصيتين بالراحه على حسب شده الموقف. شده الموقف يا شباب هو المفهوم الذي يقاس من خلاله كيفيه التعامل مع المعتدي. يعني لو واحد صاحبي ممكن اضربه ضربه بالراحه خفيفه، لو واحد عاوز يموتني ويقطع حياتي لازم اضربه بقوه. دايما يا شباب تكون انسان مظلوم مش ظالم. ياتي البعض لحياتك كنعمه، ياتي البعض لحياتك كدرس، فحافظ على النعمه وتعلم من الدرس. والناس لا تقاس بالمال او العمر، ولكن تقاس بالعمل وطيبه القلوب وجمال الاسلوب. واشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه. Peace.